يصدق أن هناك قرية كاملة أهلها لا ينجبون إلا توائم. هذا بالفعل ما يحدث في قرية أبو شحاتة في محافظة الإسماعيلية. القرية مشهورة بأن أهلها لا ينجبون إلا توائم سواء كانوا طفلين أو أكثر، لذلك أطلق عليها قرية التوائم. أبو شحاتة تعتبر رقم واحد في مصر ورقم ثلاثة عالميا في موضوع التوائم. احنا جيران كده، جيران قرايب يعني، في 13 بيت عندنا فيهم توائم. ذهبنا إلى القرية للقاء الأسر التي ساهمت في هذه الظاهرة، فرأينا العديد من الأطفال التوائم بنين وبنات. في حد بيتلخبط ما بينكو؟ بابا والناس برا بيعملوا يتلخبطوا؟ وبسملة ومس أماني بتلخبط مننا، بنكتب مع بعض وبننزل مع بعض الشارع عادي، بنلعب مع بعض وبنحب بعض وابدا كمان نكرهش بعض. انا برضه بحبها وكلنا بنحب بعض، واحنا معانا اتنين توأم برضه بنحبهم بس صغيرين، يوسف ورقية. المثير للدهشة ان معظم الاباء لا يهتمون بهذه الظاهرة واسبابها، حتى ان منهم من قابل اسئلتنا بلا مبالاة وفطور ازعجنا. احنا جيران كده، جيران قرايب يعني، في 13 بيت عندنا فيهم توائم. ده مش لسه زواج حديث يعني؟ لا ده قديم. ده انا مثلا ولاد اخويا 3 وابن عمي 2 وكتير قوي، وفيهم خلصوا دراسه وفيهم خلصوا، وفي ناس كبيره اكبر مني توائم في عائلتنا. تعتقد ايه الاسباب؟ والله دي انا برجعها للوراثه، يعني هي عامل وراثي اكتر من اي حاجه. عندي بنتين توأم. في عائلات عندهم اكتر من توأم؟ في اسر في 4 وفي 6. لا انا كنت بتعالج بعد سلمى، عشان قعدت سنتين ما بعدها ما خلفش، فتعالجت فجبت التوأم. تعب طبعا، تربيتهم ومصاريفهم، وابوهم مرتبه على قده برضه، وخمس اطفال مش واحد ولا اتنين ولا تلاته، دول 5. ما اجيب لبس للتلاته غير ما اجيب لبس الواحد. الاسباب المباشره استخدام المنشطات وموجود الاخصاب المساعد اطفال الانابيب يعني، والصدفه بقى البحته هي اللي ايه بتخلي مثلا في عدد كبير في قرية أبو عطف. صنفت هذه القرية على أنها ثالث أكبر مناطق العالم إنجابا للتوائم بعد قرية في الهند وأخرى في أوكرانيا.